هناك العديد من الخدمات الغير مالية، من أول فكرة المشروع، كيف تستخرج مستنداتك، إعداد دراسة الجدوى، التمويل وما يتبعه من تسويق للمنتج والتسويق بكل أنواعه، المتابعة. إحنا غرضنا الأساسي مش مجرد توفير خدمات مالية وغير مالية، غرضنا إقامة مشروعات، توفير فرص عمل، إحساس المواطن نفسه أو الشاب نفسه بأن هو المشروع اللي هيعمله ده هيساعد وهيؤدي لتنمية لشخصه وللمجتمع، وبالتالي بيعود كله بيترجم للاقتصاد المصري.